حشوم جيت تسمى تشويش طيحوا من القيمه ديال اللاعب هذه انا ما تحملتهاش. انا باقي مستمر مع الدفاع الحسن الجديد حتى نهايه الموسم وغادي نريح معاهم ان شاء الله. اتفقنا ومرحبا وما اتفقناش راه مرحبا. اش بنادم تيبغي يخسروا ليه ليماج ديالو وكتشوف الناس دابا كلشي جديد كلشي كيقول راه هو غادي يمشي للوداد هو عقد مبدئي هو هادي نتوما كتشوفوا دابا حشومه حشومه بزاف اصاحبي. ماشي انا بعدا كاين ما عمرني ما تخيلت بحال هكا وكاينين بزاف ديال اللاعبين غيتسالى ليهم العقد ديالهم منهم زكريا حدراف منهم زهير العروبي منهم اسامه الغريب كلهم دايرين واحد البروجي اللي غادي نريحو معاهم مكتب المسير اتفقوا معاهم وهذاك راه ما اتفقوش معاهم وهذا كاين باش ينوض واحد ويتجرأ ويجي يكتب لك شي حاجه ما كايناش راه لا يعقل. كنتمنى اللي شاف شي واحد زكريا حدراف دار عقد مبدئي مع الوداد البيضاوي ولا مع اي فرقه يجيب لي هذا العقد لانني انا درتو. انا بقى فيا الحال ملي سمعت هادشي ومن اللي قريته راه بقى فيا الحال. انا كولد الفرقه وتربيت في الفرقه وترعرعت في الفرقه وما خليت ما درتش مع الفرقه ما نبغيش شي واحد اللي يقول فيا شي حاجه اللي خايب. شوف الا بغى شي واحد يعرف شي حاجه كلشي عنده التليفون ديالي زكريا قال واش بصح درتي هادشي ودرتي هادشي ودرتي هادشي كازا دايره زوينه الوداد راه داير رافع راه تركعات باش الجمهور ديال الرجاء والرجاء ما يمشي باش ما ياخذوش زكريا الرجاء حتى هما اللي راه يجي عندنا طنطا وجديده باش ديفوندي اللعابه ديالها حتى هي معكم كلير. انا تنقول لكم اشنا هو كاين شي واحد شي حاجه يجي عندي وسمحوا لي الا